الجدل والمناقشه والاسئله الكتير صفات ممكن تكون موجوده عند ناس كتير جدا، وممكن تكون موجوده اكتر بين الناس اللي مفيش بينهم علاقه حب او ثقه متبادله، يقعدوا يشككوا في الكلام ويسالوا بدل السؤال الف سؤال وسؤال. وده اللي ناس كتير بتعمله حتى في الامور الخاصه بديننا والاوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيامرنا بيها، واللي المفروض ما يكونش فيها اي مجال للنقاش او الجدال، خصوصا ان في عباده غايبه عن ناس كتير جدا، وهي عبادة الصمت. لأن زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بعبادة الذكر، كمان أمرنا بعبادة الصمت، وإن الأسئلة الكتير ممكن تصعب علينا الأمور أكتر وتعقدها. وده بالظبط اللي تعلمناه من درس بني إسرائيل لما سألوا ربنا سبحانه وتعالى عن صفة البقرة. مع كل سؤال بيسألوه كان الموضوع بيتعقد أكتر وبيصعب عليهم أكتر. وده يعلمنا درس كبير قوي في عقيدتنا، إن حتى السؤال ليه أداب وحدود، ولازم يكون ليها هدف، زي بالظبط أسئلة سيدنا موسى عليه السلام لما سأل ربنا سبحانه وتعالى عن الست خصال اللي بتكون خالصة لوجه الله تعالى. يا ترى إيه هي الست خصال اللي سأل عليهم سيدنا موسى عليه السلام، وإيه هي عبادة الصمت؟ ده اللي هنتكلم عنه ونعرفه إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك بألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسواك ومسوى المشاهدين الكرام. قولي آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا اللهم رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين. آمين آمين يا رب. يعني بنسمع كلنا عن عبادة الذكر وذكر ربنا سبحانه وتعالى، ويمكن في بعض الأمور الخاصة بحياتنا ممكن يبقى يعني أحيانا يبقى الصمت أفضل بكتير جدا من أننا نتكلم أو نسأل أو ندخل في مجادلات ونقاشات كتير جدا. ولكن إيه هي عبادة الصمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الظلمة إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. خلق آدم من تراب ثم اشتباه فتاب عليه وهدى، ونجى الخليل إبراهيم من النيران فاعتبروا بما جرى، وأيد موسى بمعجزات تبهر الورى، وأرسل عيسى بالآيات لأولي النهى، وزكى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فكان مسك الختام والهدى. وبعد، الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالذكر وتعبدنا بالصمت، والصمت عبادة غائبة عنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول إيه؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن ادانا عبادة النظر اللي هي تتفق مع عبادة الصمت. يعني إيه؟ يعني إن أنت تسكت. ولذلك احنا عندنا في القرآن فقه اسمه فقه السكوت او فقه عدم السؤال. ليه؟ قطر السؤال يشدد علينا. ربنا يقول كده: يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. اسكت. ولذلك لما بيجي حد يقول لي والله يا عم الشيخ أنا هسألك في سؤال، أصل سألت عنه الشيخ فلان وقال لي كذا، أقول له لا خلاص الشيخ فلان أسكت. خلاص. ليه؟ لأنه لو أنا الشيخ فلان ده قال له جائز وأنا قلت له حرام، يلزم الحكم الأشد مش الأخف. ليه؟ لأنه شدد على نفسي. ولذلك بنو إسرائيل سقطوا في كل امتحان من هذا النوع، وده الفرق بيننا وبين بنو إسرائيل. إحنا لما كنا تجينا الأمر أو يجينا الأمر حتى لو مش هنعمله بنقول إيه؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هم كانوا بيعملوه، لكن الفرق إن هم يجادلوا فيه قبليه ويقولوا سمعنا وعصينا. ليه؟ لأن كتر الاختلاف. بنو إسرائيل كان في راجلين، راجل فقير عنده 15 ولد وراجل غني ما عندوش ولا أولاد. الفقير مستني الغني يموت علشان يورثه، ما ماتش أطال الله عمره، فراح قتله. وبعدين راح لسيدنا موسى قال له أخي قتل ولم أدري من الذي قتله. فسيدنا موسى صعد على جبل المناجاة، فربنا قال له إذا كانوا عايزين يعرفوا القاتل خليهم يذبحوا بقرة.
فنزل سيدنا موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو هم ناس عقلين سمعنا وأطعنا ويجيبوا بقرة وخلص الموضوع. قالوا: أنت بتستهزئ بنا؟ أتتخذنا هزوة؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: طب وصف لنا البقرة. بدأوا هنا يشددوا، قال لهم: لا كبيرة ولا صغيرة. قالوا له: طيب كويس، لونها؟ بدأوا يسأله، خلي بالك، فبيشددوا أكتر. فقال لهم إيه؟ فاقع لونها تسر الناظرين. يعني إيه؟ بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، كأن الشمس تشع من جلدها. قالوا له: لسه ما فهمناش، زد لنا الوصف أكثر شويتين. فقال لهم: طب خدوا، عايزين بقى بقرة لا ذنول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال لهم: احنا عايزين بقرة لا عمرها اشتغلت ولا عمرها تهانت ولا عمرها نزلت غيط ولا عمرها سائت، ولا احنا عايزين بقرة متربية بنت ناس، بقرة ما فيش زيها. وهي كان الاسئلة دي كلها ما تتوفرش الا بقرة واحدة. فعملوا ايه؟ راحوا بحثوا عنها، وجدوها لطفل يتيم. فامه كان يقال ان الرجل هذا الذي مات والد هذا الطفل قال: اللهم إني، وهو على فراش الموت: اللهم إني لا أملك من دنياي إلا بقرة، ولكنني ما طعمت فيك حراما قط، اللهم أغني أهلي من فضلك. فباعوا البقرة دي بوزنها ذهب، خدوها. لما خدوها ودبحوا، ربنا يقول: وما كادوا يفعلون. وكاد من أفعال المقاربة والشروع. يعني إيه؟ لما حتى لما دبحوا البقرة مش عن اقتناع ويقين، خدوا جزء من البقرة وضربوا به القتيل، فأحياه الله سبحانه وتعالى وقال: قاتلي فلان ابن فلان.